راه اي واحد فيكم دابا كاره يخدم الحساب الخاص، راه ما كاين حتى شي واحد كاره يخدم الحساب الخاص، ولكن كاين مشكل السوق، كاين مشكل التسويق، كاين مشكل الى اخره، كاين مشكل ديال التمويل، كاين مشكل الى اخره. درت تقييم ديال هذه التجربه هذه الان في صدد يشوفوا شنو الاشكالات اللي كاينه، طرحات بالتمويل الى اخره، لان لا بنك عاوتاني غير بنك كتبغي الربح، راه ما كاينش تعطيك انت الفلوس وراه نهار الاخر تقول لك خلص الدوله واخا تعطي الكارونتي الى اخره، ولكن المقاوله. اذا عموما كاينين ثلاثه د السياسات هادو هما اللي داروا في بلادنا، وهادو هما اللي مشرف عليهم وزاره التشغيل. وزاره التشغيل هي وزاره كتكلف اساسا بالقطاع الخاص، عندها علاقه بالقطاع الخاص، عندها ثلاثه د المهام الاساسيه، الحوار الاجتماعي، عندها التشغيل في ميدان القطاع الخاص، وعندها جانب اخر هو الحمايه الاجتماعيه كل ما يتعلق بالتغطيه الصحيه. هادو هما ثلاثه الاختصاصات ديال الان. من بعد ما داروا هذا شنو الاشكال اللي عندنا احنا في المغرب في التشغيل؟ الاشكال الاساسي اضافه الى مشكل ديال النمو بطبيعه الحال والاشكالات اللي قلت قبيله، هو انه ما كاين حتى شي واحد فكر شي مره يقول بانه خاص التشغيل يكون هو المحرك الاساسي لهذا الشيء كامل اللي كنديروا في البلاد. يعني الا بغينا نوفروا ما يسمى بالتقائيه السياسات العموميه يجب ان توفر عن طريق التشغيل. يعني هو لان عندما نتحدث عن التشغيل نتحدث عن الكرامه الانسانيه. التشغيل يساوي كرامه، وكرامه الانسان المغربي والمواطن، الكرامه ديال المواطن مرتبطه اساسا بالتشغيل. اذا يا انت يا وزير التجاره، وانت وزير السياحه، وانت وزير الاقتصاد، وانت وزير التعليم، وزير الصحه، خاص يكون في الفلسفه ديالك بان هذا الشيء اللي كدير راه خاصو يكون كامل المحرك الاساسي ديالو التشغيل. هذا هو الهدف ديال الاستراتيجيه الان ديال التشغيل. وين كنقولوا في استراتيجيه ديال التشغيل كنقولوا دير خاصكم الاستراتيجيات الوطنيه، استراتيجيه السياحه ديال، راه خاصكم ديروا واحد المعطى اساسي هو انه خاص التشغيل يكون هو الصلب المحرك اي سياسه عموميه كيف ما كان نوعها. شتي الفلاحه خاص هذاك اللي بغى يدير استراتيجيه الفلاحه خصو يدير في الاولويه ديالو التشغيل هو الاول، وبالتالي خاصنا كاملين نصبوا في واحد المصب اللي هو التشغيل. دابا هذا هو الهدف، الهدف خلق التقائيه بين السياسات العموميه من اجل حل اشكالات ومعضلات التشغيل. من خلال اش؟ من خلال الخاصيه الثلاث اللي عطيتكم قبيله نحلوا لهم المشكل ديالهم. الخاصيه الاولى اللي تكلمنا عليها ديال التفاوت، الخاصيه ديال ان الاقتصاد كيخلق مناصب شغل ولكن غير مناصب شغل هشه. الهشاشه في راسكم بانه في المغرب الله عطيتكم واحد الشيفر قبيله، عطيتكم قلت لكم المغرب فيه 5 مليون ديال لي سالاري، وقلت لكم بان 4.5 كاينه في البريفي، وقلت لكم كاينه واحد قل من مليون في البيبليك. هذيك 4.5 شحال فيها في السي ان اس اس؟ يلا وصلنا 2.7، هذوك 2.7 مليون شحال من واحد ديكلاري العام كامل؟ المعدل ديال لا ديكلاراسيون هو 7 اشهر على 12 ياك. وفي هذيك 7 اشهر الا دخلتي للديتاي شحال من نهار في الشهر؟ يعني كاين اشكال كبير ديال التغطيه الحمايه والحمايه الاجتماعيه، وهذا هو اللي ما كيخليش جاذبيه القطاع الخاص. اولا عندنا نقص في مفتشين الشغل، وهذا من بين الاسباب الحقيقيه اللي تجعل ان فعلا ان الشغل يكون هش في القطاع الخاص، لان هذا الخصاص عدد مفتشين الشغل كتجعل ان الشركات تتصرف وفق القانون، وفق الفصل 200 المشؤوم 288 من مدونه الشغل اللي كيحاكم النقابيين بالقانون الجنائي. هذا من بين ثاني شيء اخر، وهو ما عندناش عدد كافي من لي زانسبكتور فينونس، كذلك ما عندناش عدد كافي من المفتشين الضرائب اللي من المفروض انهم يحصلوا لنا الضرائب ويضيفوا لنا في المداخل ديال الدوله، وبالتالي غيكون عندنا نمو. اذا سلمنا ان مشكل التشغيل يرتبط بشكل ميكانيكي مع نسبه النمو، وهذه النظريه اثبتت فشلها الذريع، لان هناك بعض الدول كتحصل على نسبه نمو جد مرتفعه ولكن معدلات البطاله تبقى مرتفعه كذلك، لان البنيه الاقتصاديه او البناء الاقتصادي او النظام الاقتصادي غير منتج لمناصب الشغل
بالتالي هذه النظرية لا ينبغي أن نعتمدها بشكل مطلق، وخاصة أنها تتعارض مفهوم النمو ومفهوم التنمية. وأعتقد هذا نقاش ممكن أننا ندخلوا فيه ونتبادلوا فيه وجهات النظر، ولا أحد يملك الحقيقة المطلقة. بين المشاكل اللي ينبغي الانتباه إليها بشكل دقيق، ويمكن نمشي بما فيها إلى ما هو عملي وموجود على أرض الواقع، وهو أن المشكل الحقيقي في المغرب ليس 100% عدم للتوافق أو عدم الانسجام أو التناسب ما بين التكوين وسوق الشغل، ليس صحيح التالي. هذه نسبية فقط، يمكن في بعض الاختصاصات، وخاصة أن هناك أبحاث تمت من طرف اقتصاديين مغاربة على أطر عليا معطلة مغربية غادرت المغرب ونجحت في القطاع العام وفي القطاع الخاص في الخارج. بالتالي هذا لا يمكن أن نسلم به بالإطلاق. وبالتالي المشكل الحقيقي هو مشكل في المؤسسات وليس في التكوين. هذه الإشكالية هذه منين عاد يبداها؟ منين يبدا هذه المعضلات؟ كيفاش يدير لهم؟ عنده أمام اختلالات عميقة وكيقدم حلول. وهو أنا في نظري هاد الناس اللي كيجيو يعطيونا حلول مقتنعين بأنهم هذيك الحلول لا تحمل حلولا وليست بحلول، فقط يحاول أنه يدير معنا لاكوم لا كومونيكاسيون، يدير معنا تسويق التواصلي ولا أقل ولا أكثر. أما هو في العمق لا يريد أن يقدم حلولا حقيقية، لا لمشكلة التشغيل على اعتبار أنها سياسة التشغيل ذات بعد اقتصادي اجتماعي سياسي وكذلك حقوقي لم تؤخذ بعين الاعتبار. حتى إلى رجعنا حتى الكينز يمكن هذا الجانب النظري، وللأسف أنه من المفروض حتى قانون المالية أنه ينبغي التبسيط دياله باش يولي مفهوم من طرف جميع المغاربة، لأنه ثاني قانون من بعد الدستور. بالتالي من المفروض انه يتم التبسيط ديالو، ماشي التقديم ديالو. يمكن احنا كاقتصاديين كنفهموا نقراو هذا القانون الماليه، ولكن عامه الناس واش فعلا كيعرفوا يقراو هذا القانون الماليه اللي هو ثاني قانون بعد الدستور؟ ديال اليقين انهم ما يعرفوش يقراوه. شيء اخر، يعطيونا غير المؤشرات علاش كيعتمدوا باش يحدوا هذه نسبه النمو، ما كايناش. ثاني حاجه، مع العلم ان نسبه النمو يتم حسابها على اساس الناتج الداخلي الخام. يعطيونا كيفاش كيحسبوا هذا الناتج الداخلي الخام؟ يديروا لنا في قانون الماليه، ما عمرك القانون الماليه ديال المغرب ما عمر لقيت فيها ان الناتج الداخلي الخام، ولا كيديروا لو استيماسيون، ولا كيفاش كيديروا التقييم ديالو. هذا واقع ديالنا كنشوفوه، هذه حصيله عملنا في جميع الواجهات. من المسؤول عن بطالتنا؟ من المسؤول عن فقرنا؟ من المسؤول؟ كل واحد تيبغي يعرف البطالة انطلاقا من الهوية الإيديولوجية ديالهم. طبيعة الحال أنا كمناضل ماركسي لا أخفيكم في ذلك، عندي لها تعريف، وآخر برجوازي عنده لها تعريف، والآخر عنده لها تعريف. هناك تعريفات كثيرة، لكن شنو هو التعريف الأصوب اليوم؟ شنو هو وشنو هي هاد البطالة؟ واش هي بحال المطار، بحال الفيضانات، بحال الزوابع الرملية، يعني من القانون ديال الطبيعة، أم هي نتيجة لواحد الحاجة أخرى؟ الجواب هو هذا، أنها نتيجة طبيعية لطبيعة ونمط الإنتاج الرأسمالي. هذا ماشي عيب وماشي سبان، نمط الإنتاج الرأسمالي كيحمل وفي طياته، وهو تيقولها وما عندوش عيب، ما تيقولش عيب بالنسبة للبطالة في نمط الإنتاج الرأسمالي، ماشي عيب، غير هو فقط تيقول خصو يتحكم فواحد معدل ديالها وما يكونش واحد التضخم ديال البطاله، لان ملي كتفوت واحد الارقام محدده كتنقلب وكتولي كضر حتى الراسماليه في حد ذاتها. لكن ملي كنتكلموا على البطاله في الدول الراسماليه التابعه في حد ذاتها، الا كانت الراسماليه كتعيش اليوم وكتعيش الازمات وسلسله من الازمات، ففي البلدان الراسماليه التابعه اللي بحالها المغرب اشنو غادي تكون؟ غتكون أزمة وأزمات مضاعفة، وهذا الشيء تيزيد أكثر الوقت اللي كيكون عندنا واحد النظام اللي ما هوش ديمقراطي. هذه المسألة هي طبيعية، ماشي سبان، ماشي غلو، ماشي تطرف. إذا المغرب باعتباره كينهج
نمط انتاج راسمالي تبعي ما يمكنش يكون عنده اقتصاد وطني، لان المداخله الاولى تتكلم وربما كنتفائل بالاقتصاد الوطني. ما عندناش اقتصاد وطني، ما قررناش حنا وما لم يستفت الشعب المغربي يوما ما في اي طبيعه اقتصاد. بغى واش بغى اقتصاد ليبرالي، واش بغى اقتصاد اشتراكي، واش بغى هذا الشيء قضاء وقدر. ما يمكنش خصكم اليوم تقبلوا بهذه النتائج. راه اليوم اللي باقي تيتكلم بهذه المقاربه ماشي غير نيوليبراليه، اللي ربما نسميها ما عرفتش شنو هي المقاربه الحقره، بمعنى هذا هو مصيركم ولا الشعب هذا هو مصيرهم. اللي قرا مزيان هذا هو المصير ديالو، اللي ما قراش ما كيلقاش منصب الشغل، واللي قرا ما كيلقاش منصب الشغل وكيتقمع حتى حقه فاش يعبر يقول انا معطل تيتقمع. هذه المساله ما هيش مزايده، هذا واقع. هاد المحاصره ديال حتى حقكم في الاحتجاج، واش هو كيطلب شي بند من القانون الماليه؟ واش قانون الماليه كيخصو يشرع تما ويدير شي بند الحق في الاحتجاج؟ هادشي ما كيطلب حتى حاجه، لا ميزانيه لا حتى شي حاجه، غير الناس رفعوا لنا دوك العصاكر ديالهم من تما وخليو الناس يعبروا غير على موقفهم بانهم معطلين. هذا مشكل كبير.